السلام عليكم. يدور النقاش حول مقترح الخيار الثالث للخروج من الحرب والأزمة اليمنية، وهي فكرة بدأت تأخذ أبعاداً إقليمية وجدلاً محلياً. هذا المقترح أو الخيار يأتي بالتزامن مع اقتراب المقاومة من أسوار صنعاء ليطرح بديلاً وصفه النشطاء بأنه خيار مراوغ وتالف ومحاولة للعب على ذاكرة اليمنيين أو محاولة استغفالها، كون القائمين على هذا المشروع خارجين من عباءة صالح والحوثي بل ومن المقربين منه. جدل أظهر التناقضات الحادة التي حملتها فكرة هذا المشروع على مستوى التوقيت والأدوات والقائمين عليها، ناهيك عن محاولة مسخ لفكرة سابقة وهي التي قامت بها بعض الأصوات المدنية سابقا تحت عنوان الطريق الثالث. الآن ما علاقة هذا المشروع بتطلعات اليمنيين وأثره؟ وهل صحيح ما يقال إنه أشبه ما يكون بخطة ثالثة للإنقلابيين ومحاولة التفاف على مقاومة الشعب وفرض خيار من خارج المعطيات على الأرض؟ وهي الشخصيات التي ضمت أسماء عملت مع نظام صالح طويلا ولم يكن لها مواقف واضحة من ثورة الشعب. هذا الموضوع سيكون محور حديثنا حول الخيار الثالث، الموضوع الذي يتم تداوله مؤخرا في أروقة الإعلام والسياسة المضادة للشرعية والمشروعية. نذهب لمشاهدة هذا التقرير ونعود إليكم. تداعى المركب وبدأ ركابه بالبحث عن طوق نجاة وميناء قريب. الأزمة السياسية في اليمن وفي ذروة الصراع المحتدم بين قوى الثورة والثورة المضادة. ظل صوت التيار المدني الغاضب والراغب في التحول الحقيقي كنتاج طبيعي ومأمول للثورة مغيبا من جميع الأطراف التي استباحت مساحة الحرية والثورة معا. من بين القوى التي سعت للاستفادة من الثورة لتجني منها بل وتتجنى عليها، انحصر الصراع بين الدولة وجماعة الحوثي التي وجدت في صالح دعمها والممهد لها. يجري الحديث اليوم عن الخيار الثالث تحت لافتة عريضة عنوانها الحياد لجماعة وجدت هي الأخرى من يرعاها ويمد لها يد العون عبر الترويج لها في الصحافة. جماعة الخيار الثالث التي عدها الكثير امتدادا آخر لتحالف الحوثي وصالح كون رموزها مرتبطين بشكل مباشر بنظام صالح ومن رموز فساده، بالإضافة إلى آخرين منتمين لجماعة الحوثي فكرا ومذهبا ولم يكن لها موقف واضح من الثورة. وعندما قامت الميليشيات بالانقلاب على الشرعية لم يحركوا ساكنا ولم يسجلوا أي موقف صريح وواضح. وعندما انطلقت المقاومة الشعبية وأصبحت تدق أبواب صنعاء خرجت هذه الجماعة لتطرح خيارا مراوغا كما أطلق عليه نشطاء في محاولة للعب على منجزات وأهداف المقاومة المحققة وفي مقدمتها استعادة الدولة والشرعية. سعت تلك الشبكة إلى التسويق عبر نخب إعلامية خليجية تم تضليلها بمعلومات من بينها أن الخيار الثالث خارج عباءة صالح والحوثي، وهذا ما تتناقض معه حقائق الواقع والسيرة الذاتية لمكون الخيار ذات الصلة الوثيقة بتحالف الانقلاب. مهزلة السياسة في اليمن كما يصفها نشطاء محاولة للي ذراع العمل النضالي للشعب اليمني بخيارات تالفة لا علاقة لها بتطلعات اليمنيين ولا بأهدافهم الكبيرة في مقاومة مهددات الأمن اليمني والخليجي والعربي بشكل عام. إذا مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع سيكون معنا عبر سكايب الدكتور مروان الغفوري الكاتب والروائي من برلين، وسينضم معنا عبر الهاتف من القاهرة الباحثة ميساء شجاع الدين ومن تعز الكاتب والصحفي عبد العزيز المجيدي. فأهلا بكم جميعا، وبداية معك دكتور مروان الغفوري، مساء الخير. مرحبا، مساء الفل. دكتور مروان، يعني سمعنا عن ما تم تسميته مؤخرا بالخيار الثالث، وأنت ربما لديك ما كتبت حول هذا المسار، حدثنا عن ذلك. وطبعا الصورة التي أعلن عنها وكما تابعتها أنا شخصيا في وسائل الإعلام وعبر علاقاتي ببعض المؤسسين هي تبدو مثيرة للدهشة، كون الطريق الثالث في الوضع الراهن هو شبيه بطريق الجاليات. هناك انقلاب وهناك دولة بتحاول تستعيد خصائصها، وهناك جاليات تحزم حقائبها وترحل. ويبدو أن الطريق الثالث بالطريقة التي أو بالنموذج أو من خلال الخواص التكوينية لهذا الطريق
التي أعلن عنها يبدو شبيه برحلة الجاليات، يعني غير معني بالصراع، لا مع الدولة ولا مع الانقلابيين، لا يوجد مواطن غير معني بالصراع لمصلحة الدولة، هذا واحد. ثاني شيء تاريخيا، وهذا الموضوع لابد أن يكون في منتهى الوضوح، تاريخيا ظهرت الخيار الثالث عبر التاريخ، يعني منذ كتب تقريبا ماك ميلان سنة 1938 كتابه الشهير اسمه ذا ميدل واي، أو الطريق الوسط، أو الذي فيما بعد أصبح سنة 1957 أو رئيس وزراء بريطانيا، كان بيبدو الطريق الثالث كالتالي، هو عبارة عن اقتراح لمشروع وسط ما بين اليمين وما بين اليسار، بمعنى كما يقال دائما كان في أوروبا وفي الأدبيات السياسية، ما بين كارل ماركس وتاتشر، بمعنى استخدام سياسة أو الاعتماد على نموذج اقتصادي يميني مع التزامات اجتماعية اشتراكية للدولة، بمعنى خليط ما بين اليمين واليسار. وبالتالي كان موضوع الطريق الثالث، طبعا هناك نماذج كبيرة جدا في أواخر القرن العشرين، كان هناك توني بلير، كان هناك شرودر في ألمانيا، كان هناك بيل كلينتون في أمريكا، وكان في نموذج في إيطاليا، نموذج في اليونان، نماذج كثيرة جدا على مدى القرن العشرين للطريق الثالث. ويبدو وكما هو واضح هناك خصيصة أساسية للطريق الثالث كانت، وهو أنها حالة سياسية أو مشروع سياسي في حالة السلم وليس في حالة الحرب. لأن ربما هذا يا دكتور الفرق بين يعني مشروع الطريق الثالث الذي أطلق قبل فترة وبين ما يسمى الآن الخيار الثالث. هذا فرق عميق للغاية، لأنه في حالة الاستقرار السياسي نحن كنا على ماذا قبل تقريبا عام ونصف من الآن عن تأسيس طريق ثالث، وطبعا أحدثنا صدى وحققنا، أعتقد نحن حققنا نجاح بشكل ما، وأعلننا عبري شخصيا وعبر بعض المؤسسين الذين كانوا معنا في الطريق في 21 سبتمبر 2014، أعلننا رسميا عبر صفحة الطريق الثالث موت الطريق الثالث، لأن الطريق الثالث هي حالة سياسية، وفي حال أنه حدث هناك غزو على الدولة سواء كان غزو من الداخل أو غزو من الخارج، لأنه بتتشابه النتيجة، بيصبح هناك طريقان فقط، إما تساعد الدولة أو تسلم للفوضى. لذلك في حالة الانقلاب على الدولة أو سقوط الدول، في حالة انهيار الأمم، يصبح الحديث من الداخل عن طريق ثالث هو حديث خاص بالجاليات، لأنه شبيه بمهرب بطريق سري للهروب. هذا واحد. لكن ما هو مهم من هذا كله هو أنه الطريق الثالث، المؤسسون النبلاء للطريق الثالث في صورته اليمنية البائسة، لأنه يبدو أننا انتهكنا حرمة اللغة شخصياً قبل أن ننتهك التعريفات الإجرائية لكل دالة بنستخدمها، يعني المجموعة التي استخدمت الطريقة، التي أعلنت عن انطلاق الطريق الثالث، أعلنت هذا الطريق في الثلث الأخير من الحرب، بمعنى أنها لم تنتبه لهذا الطريق عندما كان الحوثيون يسيطرون على الدولة، ولم تنتبه لهذا الطريق عندما كان على عبد الله صالح يقود اليمن في المنحدر في الثلث الأخير من الحرب، عندما فشلت عن أن تنتصر أو عن أن تستسلم. هي مرحلة شبيهة، يعني حالة رمادية ما بين النصر والاستسلام. طيب ما الفرق دكتور، يعني إن كان تم الإعلان أثناء سيطرة الحوثيين أو في كما وصفت الثلث الأخير من الحرب؟ الحرب واضح، والحل الفرق عميق، وهو أن هذه مجموعة للأسف انتهازية، والمجموعات الانتهازية لديها قدرة على أن تتنبأ باتجاهات الرياح من مسيرة 4 سنين، وهي مجموعة لا تميل إلى المنتصرين. هناك أمثلة في أوروبا بتقول دائما، وهي للأسف أنه أنا أستخدم هذا التشبيه للحديث عن الطريق الثالث وفي ناس أصدقاء، هناك أمثلة بتقول أنه كان هناك شخص بيميل دائما للمنتصر، من منتصر إلى منتصر، حتى وجد نفسه في المشهد الأخير إلى جوار الشيطان، باعتبار الشيطان يكسب آخر المعارك. فشلوا في أن يقترحوا الطريق الثالث أو أن يعثروا عليه في أيام حكم صالح، لأنها هذه مجموعة في الأساس بتتكون من مجموعة من بناء من الناس البيروقراطيين الذين لا يدخلون السجون ولا يدخلون المعتقلات ولا يجوعون، وهذه المجموعة لا تقترح طريق مثل الطريق الثالث في عهد علي عبد الله صالح، لأنها ستحرم، لأنها ستجوع أو ستدخل المعتقلات، ولم تنتبه للطريق الثالث عندما أصبح الحوثيون يسيطرون على الدولة والمجتمع، لأنها ستجوع وستحرم من امتيازاتها. تقترح الطريق الثالث عندما تكتشف، للأسف
وهذا لابد ان هناك مبدا لابد ان يكون واضح، كان هناك دائما خصائص تكوينيه للطريقه الثالث على مدار القرن العشرين في كل التجارب التي سادت في اوروبا وفي امريكا الشماليه. من وفي مقدمه هذه وفي مقدمه هذه الخصائص التكوينيه كانت حاجه بيسموها ذا بيليفنج كوميونتي، اللي هو الايمان بالمجتمع، كرد على مثلا في اخر القرن العشرين، كرد على تاتشر التي قالت لا وجود لفكره المجتمع، هناك فقط مجرد افراد. كانت الطريقه الثالث يقوم على بيعتمد على مبادئ على عناصر تحويلها، الايمان بالمجتمع، الايمان بتكافؤ الفرص، الايمان باستقلاليه الدوله، الايمان بالكفاءه، والايمان بالمسؤوليه. لكن المجموعه التي اعلنت عن الطريق الثالث اولا لم تتحدث عن المجتمع، لم تتحدث عن الثوره، لم تتحدث حتى عبد الرحمن الراشد عندما علق او خالد الدخيل مثلا في صحيفه الحياه عندما علق. نعم، ساعود اليك دكتور قبل ان نتطرق الى موضوع المقالات التي كتبت في الصحف الخليجيه، اسمح لنا فقط ان نشرك معنا في الحوار الكاتب والصحفي عبد العزيز المجيدي من تعز. مساء الخير استاذ عبد العزيز. مساء النور سيدتي. أستاذ عبد المجيد، كيف تقرأ ما تم تداوله في الإعلام حول ما سمي بالخيار الثالث؟ أولا أعتقد أنه لكي نقف على خلفيات حقيقة ما سمي بمبادرة الطرف الثالث، علينا أن نجيب على ثلاثة أسئلة. نعم. سؤال لماذا الآن؟ وسؤال آخر لماذا هؤلاء الأشخاص بالتحديد؟ وسؤال الآخر ما هو مضمون هذه المبادرة؟ إذا تطرقنا لمسألة لماذا الآن، فنحن نشاهد الآن المعارك تدور على طرف العاصمة، وهناك تقدم كبير للقوات الحكومية المسنودة بالمقاومة الشعبية، وبالتالي هذا عجل بمجموعة من التحركات المكوكية لمجاميع من هؤلاء المسلمون الطرف الثالث، ونشطوا بدرجة رئيسية في الدوائر الخليجية وتحديدا في السعودية من أجل ضخ مجموعة من المخاطر المتعلقة بمسألة المخاطر المترتبة عن مسألة الحسم العسكري، لأنه سيؤدي إلى إقصاء طرف وتفريق ربما بشكل أو بآخر طرف آخر كما يتوهم. هذه اللحظة أعتقد أنها هي الدافع الرئيسي وراء هذه المبادرة، وإلا من المفترض أن نسأل أنفسنا لماذا لم يظهر هذا الطرف الثالث عندما تم الانقلاب على الشرعيه وجرت وحدثت كل تلك الاحداث المتلاحقه الناجمه عن العمل الاساسي الاجرامي المتمثل بالانقلاب ووضع رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه قائد الاقامه الجبريه واستخدام القوة في السيطره على السلطه. هذا الطرف توارى عن الانظار، لم يكن موجود اصلا خلال الفترات الماضيه عندما كانت هذه الميليشيات والقوات التابعه لصالح تقصف عدن وتقتل المدنيين وتحاصرهم وترتكب جرائم حرب، وما زالت مستمره ايضا حتى في تعز. الجانب الاخر المتعلق ايضا بمساله لماذا هؤلاء الاشخاص تحديدا، عندما نتطرق الى مساله الأشخاص الممثلين لهذه المبادرة وعلى رأسهم طبعا هو تقريبا تم تسميته بالنطق باسم المبادرة وهو مصطفى النعمان السفير في وزارة الخارجية، وهو عمليا يعني كان عبارة عن سفير لعلي عبد الله صالح في الهند وفي إسبانيا وفي وزارة الخارجية بشكل أو بآخر. عموما هؤلاء الأشخاص عندما نتحدث عن حسين المسوري وإسماعيل الوزير المعروف بأنه كان عبارة عن ترزي التشريعات التي يطلبها صالح لسلق وتنظيم أشياء كثيرة متعلقة بسلب الناس حقوقهم، السيطرة على السيطرة والتركيز على السلطة، بالإضافة إلى شخصيات أخرى كحسين المسوري مثلا، هذا الرجل الذي كان يعمل عبارة عن ذراع مخلصة لعلي عبد الله صالح خلال الفترة الماضية، وبالإضافة إلى أحمد الكحلاني الذي يقدم باعتباره أيضا شخصية مستقلة ومحايدة، لا أدري على أي أساس يتم انتقاء هؤلاء الأشخاص باعتبارهم مستقلين ومحايدين، وهؤلاء الأشخاص معروفين بأنهم كانوا مع علي عبد الله صالح طوال الفترة الماضية ولم ينفصلوا عنه. طيب هل يمكن أن نعتبر أننا أمام نسخة ولم يتم انفصالا بقدر ما كان تكليف للقيام بمهام محددة من خلال الرتب الدبلوماسية؟ نعم أستاذ عبد العزيز، هل يمكن أن نعتبر اسمحي لي تفضل اسمحي لي فقط في النقطة المتعلقة بمضمون المبادرة، وهي تقريبا كان يشير فيما يسمى ببيان للطرف الثالث ويتحدث عن مسألة إيقاف الحرب، الجلوس على طاولة المفاوضات وإصدار قرار إعلان عام عن كل الأطراف، وهذه المبادرة تتحدث عن أطراف بشكل غير منصف،
هناك سلطه شرعيه تم الانقلاب عليها، وهناك مجموعه انقلابيه وميليشيات مرتبطه بقوى اقليميه خارجيه تتبعها وتتبجحها طوال الوقت بانها سقطت العاصمه العربيه الرابعه. واعتقد بان هؤلاء الاشخاص اذا كانوا بالفعل حريصين على البلاد ولديهم احساس بالانتماء لهذا البلد سيزعجهم بلا شك مساله ان تتحدث دوله عن اسقاط بلد بسيادات بتوظيفها، وتتحدث عن اشعال ثوره هي عباره في صميمها هي عباره عن نعم ثورة أو سميها انتفاضة طائفية لجماعات تتضد مجموعة الشعب. طيب دكتور أستاذ عبد العزيز إذا سمحت لي، يعني هناك من يوصف هذا الأمر بأنه أشبه بالقفز من سفينة الانقلاب، يعني التي ربما وجدوا أنها بدأت تغرق. هذا بالتأكيد، نحن عندما نقرأ المشهد الآن هناك يعني أحداث متسارعة متعلقة ب السيطرة للقوات العسكرية التابعة للجيش الوطني في مناطق كثيرة. هذه القوات تتراجع تتصدع من الداخل، تتعرض لضربات من الجو وتحاصر على السواحل، تدحر في كل مكان، وبالتالي هذا أدى إلى تصدعات حتى فيما يتعلق بالحلف الحلف صالح الأردني. وهناك تبادل اتهامات خلال الايام الماضيه شاهدناها بين صالح والحوثي بتسليم معسكر فرض اثنين، وهذا دليل على تصدع الى حد كبير داخل الحلف الطائفي. لكن في نفس الوقت اعتقد بان هناك من المصالح التي تجمعهم الكثير لا ما زال قائم، باعتبار ان هذه معركه السلام هي معركه وجوديه تتعلق ب لا خيار امامهم الا طيب برايك استاذ عبد العزيز هو الاستسلام، وبالتالي الاستسلام هو الاستسلام هو شكل من اشكال الانتحار بنظرهم. طيب برايك استاذ عبد العزيز الى اي مدى يمكن ان يؤثر هذا الحلف على مسار العمليه السياسيه؟ تقصدين الطرف الثالث؟ نعم. لا اعتقد ان هذا الطرف سيؤثر بشكل، هي عباره عن فقاعه يتم فقط استخدامها لتخويف اطراف خارجيه وتحديدا السعوديه ودول الخليج، والشغل على مساله حركات الاسلام السياسي وغيرها، وكأنه يجب أن يتم إعادة بناء التوازنات داخل البلد تفضي إلى سلطة مشوهة منقسمة على بعضها، تعيد فرز القوى بحسب أوزان وحجم القوى العسكرية على الأرض، وهذا كارثي بالنسبة لليمن. اليمن مبني بمجموعة من التسويات التي تعيد صناعة نفس الأطراف المتسببة في المشكلة إلى الواجهة، وبالتالي اقتسام السلطة وتبادل واقتسام السلطه وتركيز النفوذ لمجموعه من الاشخاص المستقوين فقط ليس بنفوذهم السياسي من خلال حركه سياسيه مثلا ذات عمق شعبي، بل بوجودهم اصلا وسيطرتهم على الجيش والقوات المسلحه. انا اعتقد ان هذه هي الفرصه الوحيده المواتيه لليمنيين من اجل صناعه دولتهم الوطنيه، دوله المواطنه ودوله القانون والمساواه. وبالتالي اهم ركيزه لهذه الدوله التي يجب ان يركز الناس عليها اذا كان هناك اهتمام بالفعل من اجل وضحت الفكره استاذ عبد العزيز. الاخطاءات التي دمغت تاريخ اليمنيين يجب ان نركز بدرجه رئيسيه على اعاده بناء مؤسسه وطنيه تجمع كل اليمنيين من جميع المحافظات وبالتساوي، تم تركيز طرف او فئه او جماعه او قبيله داخل مؤسسه الجيش باستخدامها لاغراض محدوده و أولياء مثلا. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ عبد العزيز المجيد الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة إليك دكتور مروان، كنا نتحدث عن يعني ما تم ذكره من قبل بعض الكتاب الخليجيين، يعني هناك موضوع أثير إعلاميا من قبل إحدى الصحف الخليجية، وهناك تلميع واضح للفكرة، وربما تحدث معنا الأستاذ عبد العزيز المجيدي بنفس التساؤلات التي ذكرناها، لماذا الآن ولماذا هؤلاء وما هو الهدف؟ يعني انا مساله التلميع انا اشك في دقه التعبير. انا بعتقد انه المساله حتى تنولت بشكل جاد في من لدى الكتاب، من قبل الكتاب الخليجيين وتحديدا الكتاب السعوديين، وفي المقدمه كاتبين مرموقين زي عبد الرحمن الراشد ودكتور خالد الدخيل. وخالد الدخيل احد المفكرين السياسيين الكبار في المملكه العربيه السعوديه، وهناك قد ناقش من قبل ايام الفكرة عبر عموده في صحيفة الحياة، وطرح أسئلة جادة وعميقة وتفصيلية، من مثل أن مثلا الطريق الثالث لم يتطرق لفكرة المبادرة الخليجية، لم يتطرق للموقف من الثورة الشبابية، لم يتطرق لفكرة الشرعية، ولم يتطرق لقرار 216، بمعنى أنها تبدو، هو تعبيره الشخصي، تبدو كأماني.
وعبد الرحمن الراشد ايضا نحى منحى قريب من هذا المنحى. وانا بعتقد انه هي فيما يبدو العمليه شبيهه بالبحث عن بين قوسين جبهه انقاذ في كل هذا الركام، لانه الموضوع اليمن اصبحت فعلا الى حد كبير تحت الانقاض حتى ولكن بالنسبه هذه للشركاء. الجبهة دكتور يعني أليست إعادة تدوير لمن ظهرت أسماءهم في السابق بجوار علي عبد الله صالح؟ يعني الأسماء التي تم ذكرها والتي تم تفنيدها من قبل الأستاذ عبد العزيز المجيدي والتي ذكرت أيضا في بعض المقالات، هي يعني ليست أسماء بريئة وليست أسماء يمكننا القول بأنها فعلا قد تنحو منحى طريق ثالث. يعني اذا اعتبرنا مبدئيا انه مصطفى النعمان هو المؤسس او صاحب الفكره الجوهريه، فمصطفى النعمان من الظلم اعتباره احد افراد هذه الكتيبه. مصطفى النعمان احد الذين قادوا عمليه تنوير عبر كتاباتهما في صحيفه الشرق الاوسط وغيرها لسنين طويله، وهو مثقف كبير جدا وموقفه، وانا بعرفه شخصيا، موقفه مبدئي من مساله الثوره والحكم الرشيد والدوله المدنيه. مساله يدرك مصطفى النعمان جيدا الفرق ما بين الدوله والميليشيا والدولة الهشة والعصابات، يدرك الفرق ما بين الشرعية والفوضى، لكنه فيما يبدو بيستخدم أدوات غير نظيفة، وهذه مشكلة. يعني بيبدو أنه كليا إذا أخذنا المجموعة الطريقة الثالثة بشكل كلي، فأنا سأتفق إلى حد كبير مع عبد العزيز المجيد، وقد استخدم اللغة دقيقة للغاية في توصيفه للطريق الثالث. أيضا يبدو أنه هذه المجموعة أصلا هي مش إعادة تدوير لفريق علي عبد الله صالح، وإنما تقديري الشخصي أنه محاولة، وهي بتقدم خدمات. هذه المجموعة ليست قادرة على أن تؤيد، لم تكن قادرة على أن تؤيد الثورة بشكل واضح، ولم تكن قادرة على أن تدين نظام علي عبد الله صالح بشكل واضح، ولم تكن قادرة على أن تدين الحوثيين بشكل واضح، لأنها مجموعة رمادية بيروقراطية تصلح فقط لتصفيف الأوراق على المكاتب. وهل ستستطيع أن تكون قادرة على الخروج باليمن مما هي فيه؟ هذه مجموعة بتنشط عندما تجد أكتاف قوية ترسو عليها، ويبدو أنه إذا نجحت في أن تعثر على كتفين قويين في داخل المنطقة الخليجية ستتحرك بشكل نشط، ستستخدم كجماعة إنقاذ أو بين قوسين كجماعة تمرد، يعني ستستخدم بالإمكان تستخدم. إنما أشار عبد المجيد لنقطة في غاية الأهمية، وهي أنه هذه مجموعة بتتحرك خارج خارطة القوى الموجودة في الداخل، وخارطة القوى تميزت بشكل واضح. أنا أعتقد أنه خارطة القوى الآن بتفرز بشكل واضح. القوى التي انحازت للمجموعة اللي علي عبد الله صالح والحوثي هي خسرت خسارة مريعة، خسرت بالمعنى الاقتصادي، وخسرت بالمعنى التاريخي، وخسرت بالمعنى العسكري. والقوى التي فضل بقيت قوى رمادية بتحاول الآن تقفز وبشكل سريع وتعيد تموضع نفسها، وأنا أعتقد أنها بتنجح. انما في مجموعه زي مجموعه الطريق الثالثه، هي مجموعه ناعمه هشه، يعني فيما يعني بالامكان انه تستخدم استخدام ما اذا وجدت كتفين قويين، بمعنى بالامكان ان تكون هذه المجموعه قويه فيما لو شكلت الواجهه الدخانيه لمجموعه قويه الى الخلف، بمعنى لو شكلت ستاره لمجموعه كبيره جدا قادمه من الخليج، بمعنى لتوجه خليجي ما مثلا لحسم المشهد السياسي، مشهد ما بعد الحرب بطريقه معينه. فبالامكان ان تستخدم مثل هذه الاحصنه، فاحصنه طروادة، يعني كاحصنه طروادة انا اعتقد انها ممكن تكون جيده يعني. اذا دكتور مروان الغفوري، اسمح لنا انت والساده المشاهدين ان نذهب لهذا الفاصل القصير ونعود اليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى دكتور مروان معنا. طب دكتور، أنت كنت تتحدث قبل الفاصل عن أنه ربما أن يكون هذا توجه خليجي باستخدام مثل هؤلاء كأحصنة للقفز باليمن من ما هي عليه. هل وصل الحال بالدول الخليجية أو بإحدى الدول الخليجية إن صح لي القول أن تكون قد عجزت لإيجاد حلول سياسية أو عسكرية؟ يعني أنا أعتقد أن المسألة بتتعلق بمرحلة ما بعد الحرب، مش بمرحلة الحرب، لأنه الحلول يعني الحل العسكري اتخذ فعلا في 26 من مارس 2015 وهو جاري على الأرض، بمعنى بإمكان العسكريين الآن الذين يجلسون في غرفة العمليات أن يتنبؤوا بزمن الحرب وبسيرتها، بمعنى سيرورتها.
بينما مشهد ما بعد الحرب عندما تنتهي الحرب الراهنة في اليمن يعني يزاح الستار عن مشهد أبيكاليبتي، مشهد خرابة غير لم يخطر على لم يخطر على على بال. لذلك أنك تحاول أن تجر شعب مفكك وبلد محطم وتدخله مرة ثانية في السياسة. أنت في يعني أعتقد أن الخليجيين عدن، نموذج عدن قدم للخليجيين صورة صادمة عن كيف بإمكانك أن تكسب المعركة وتخسر الحرب، أو تخسر الحرب وتكسب المعركة. يعني أنه انتصروا عسكريا وحسموا الأمور في عدن، ولكنهم فشلوا في أن يكسبوا المعركة بشكل نهائي. أنت مش قادر تسيطر على حيف المنصورة. لذلك الخارطة الموجودة لأن البدائل بالنسبة للخليجية بدائل مش مريحة. يعني أنا أعتقد أنه اللوموند دبلوماتي، صحيفة اللوموند كانت تنبأت من حوالي 3 أشهر، كتبت أنه المملكة العربية السعودية حصلت على الصديق الأفضل الذي كانت تنتظره منذ زمن في المملكة في اليمن، وهو حزب الإصلاح. وتحدثت اللوموند عن أنه حزب الإصلاح بإمكان المملكة العربية السعودية أن يكون هو الصديق الأفضل لها، خاصة في مرحلة ما بعد الحرب، لأنه يعني في السياسة الخارجية ستجد المملكة العربية السعودية نفسها بتدور في نفس المدارات التي يدور فيها حزب الإصلاح، وفي السياسة الداخلية سيؤمن لها حزب الإصلاح كثير جدا من المصالح. وفي مقدمتها أنه حزب الإصلاح هو حزب في الأخير ديني، بيجد إلى حد كبير جدا مرجعيته الأخلاقية موجودة في عمق المملكة العربية السعودية والحجاز. لكن المملكة العربية السعودية لا يزال الحكومة، النظام في السعودية لا تزال بداخله أجنحة بتعمل على الموجة القديمة، ولذلك يبدو الموقف من حزب الإصلاح. لكن أعتقد أنه تعبير حميد الأحمر عندما سألته هنا في ألمانيا ما إذا كانت فعلا قد عثرت المملكة العربية السعودية على أصدقائها فعلا في اليمن، قال لا، أعتقد أنها كانت دقيقة للغاية عندما قال إلى حتى اللحظة لا نزال سوى الرفقاء سلاح ولسنا أصدقاء بعد، بمعنى رفاق سلاح لحد الآن نحن. طبعا تفضل. ماذا عن السلطة الشرعية والتي هي يعني سلطة معترف بها من دول العالم؟ السلطة الشرعية هي سلطة انتقالية في الأخير، لأنه في الأخير طبعا أعتقد أنه، وهذا ما لا تتطرق إليه فكرة أو مجموعة الطريق الثالث، بمعنى أنه ما بعد الحرب من المفترض أن ننطلق إلى فكرة إلى تسوية شاملة بالتعريف. كما يعني أنا أحيل دائما إلى ما كان يكتبه بروجينسكي في كتابه الاختيار، وهو أحد أهم صناع السياسة في الثمانينات والتسعينات في القرن العشرين، أنه الحرب الناجحة أو الذين يكسبون الحرب هم أولئك الذين يسوون أرض ما بعد الحرب ولا يتركون أسباب اشتعال الحرب قائمة، بمعنى يسوونها بفكرة العدالة الانتقالية. بمعنى أنه فكرة الانتقال إلى ما بعد الحرب لابد أن تحسم المسألة على المستوى على الصعيد الاجتماعي، تسوية شاملة تشمل جميع، ثم الانتقال إلى الدولة الحديثة ضمن تسوية لا تترك مخضومين أو جماعات تشعر بأنه استبعدت أو جرى الاستغناء عنها أو غمت حقوقها. هذه تسوية شاملة بالإمكان على فكرة أن نصل إليها في حوار مجتمعي، والشعب اليمني لا يزال شعب جنيني، والدولة اليمنية دولة جنينية، والمجتمع اليمني لا يزال مجتمع سابق للتاريخ، وبالتالي بالإمكان أن يجتمع 400 شخص مرة ثانية تحت شجرة ويصل إلى تسوية. إنما السلطة الشرعية الموجودة في اليمن هي للأسف يعني هي الشرعية التي لا تسر أحدا، وهي لا يمكن أن تعول عليها لأنه لم يعد لديها أصدقاء. وهي السلطة هي شرعية أكثر من كونها سلطة، بمعنى أنها السلطة الموجودة التي لا وجود لها. مسألة معقدة، لذلك أنت لا يمكن أن تعتمد عليها لأنه هي السلطة الراحلة، هي سلطة لا شيء، هي لا أحد، هي سلطة راحلة، وبالتالي أنت لا يمكن أن تقيم، خاصة أنه هذه لا يمثل جهة الآن محددة، هذه أو رئاسة الجمهورية مع نظامه الصغير لا يمثل أحد، لا يمثل جهة ولا يمثل أحزاب ولا يمثل طائفة ولا يمثل اجتماع ولا حتى يمثل جغرافيا. لذلك من الصعب جدا انحياز إليه أو مثلاً المراهنة عليه في المستقبل. طيب دكتور اسمح لنا فقط أيضاً أن نشك معنا في حوارنا الأستاذة ميساء شجاع الدين، وهي الباحثة من القاهرة. مساء الخير سيدة ميساء. أهلاً فيك.
أستاذة ميساء، يعني أنت ذكرتي في أحد مقالاتك، تحدثتي عن هذه الفئة التي ربما وصفتها بأنها فئة صامتة تنتهز فرصة أي تغيير لكي تظهر على المقدمة. كيف يمكن أن يعني وصفتيها بهذا الوصف؟ ألا يمكن أن يكون فعلا فئة تريد الخير للبلد وشعرت بأن البلد أنهك فعلا من هذه الحروب؟ وفي فئة، يعني خلينا نكون واضحين على المستوى الشعبي، في فئة كبيرة ممكن بتعتبر أن الحرب ضرت مصالحها، فهي بتعتبر أنه ليست مع أي طرف، هي تريد الحرب أن تنتهي، هذا كل ما في الأمر. بالنسبة للمنحرفين في المجال العام بالتحديد السياسيين المثقفين، هذول عادة يعني يحتاجوا أنهم يقدموا موقف، يقدموا موقف مع الطرف هذا أو ذاك، سواء موقف عقلاني أو متعصب أو موقف حتى لو هو متمايز أو محايد، فعلى الأقل لازمهم أيضا يقدموا موقف، لأنهم ما ينفعش أنهم يظلوا صامتين في حرب استمرت سنة أو وأزمة استمرت قبلها 6 شهور، أنهم يتركوا البلد من غير أي كلمة. هذا عادة ما يكونش سياسي، يا أما موظف هذا حدود إمكانياته، يا أما أنه سياسي انتهازي يعني مش عارف من يطرح نفسه. لكن ممكن فكرة الطرف الثالث هذا برضو موقف، يعني إذا هي مطروحة كتيار سياسي لها أجندة سياسية واضحة، مش كتيار كأشخاص بديلين عن أشخاص موجودين. هذا في فارق ما بين هذه النقطتين. لكن يعني هم قدموا مبادرة أستاذة ميساء، يعني ربما أبرز ما في هذه المبادرة هو الجلوس على طاولة الحوار وإعلان عفو عام لكل من يعني عليه أي تهم أو يعني قام بضرر البلد، ما رأيك؟ عفو عام، هذا تكرار للحصانة في المبادرة طبعا. هو أنا أعتقد أن اليمن أصلا إمكانية تطبيق العدالة الانتقالية مش واعدة، يعني بحكم أنه ما في دولة، هذه مشكلة كبيرة يعني. لكن ما هو يعني كيفية العفو العام وعلى أي أساس هذا الحوار، يعني هذه تساؤلات كثيرة بتطرح نفسها. ما عرفتش إيش طبيعة المبادرة بشكل جيد، ما عرفتش تفاصيلها، لكن إذا هم بيطرحوا نفسهم كطرف بيقدم مبادرة وبيتشاور مع هذا الطرف وذات، فيعني هذا برضو موقف، هذا برضو موقف، وسنرى أين سيتجهوا يعني. لكن هو محتاج المسألة شفافية أكثر في التعامل مع الجمهور والإعلام. طيب، يعني هناك أيضا من يقول بأنه لا ضرر من أي طرف مدني يظهر على الساحة، خاصة يعني إذا ما كان معلنا رفضه للانقلاب أو لما يحدث الآن في البلد، هل تتفقي مع هذا الطرح؟ هو بالتأكيد الأطراف المدنية بتقدم نفسها باعتبارها أقل ضرر من العمل المسلح، أي عمل مدني مهما كان سوءه يظل أو أقل ضررا من العمل المسلح، لكن أحيانا الطرف المدني بيأتي الشرعية، بيأتي الشرعية لوضع مختل. يعني اتفاقية المشاركة كانت تبدو اتفاقية سلمية جميلة جدا في بنودها، لكنها أعطت شرعية لسقوط صنعاء بالسلاح، بالتالي كانت سبب في أنه الحوثيين يتمددوا عسكريا، لأنهم كل ما تمددوا عسكريا كل ما أخذوا مكاسب أكبر سياسيا. فهذا يعني مثلا، فممكن تعملي عمل يبدو سلمي ويبدو مدني ويبدو جميل لكنه يفتح الباب أكثر للحرب. ولكن المسألة مش بهذا البساطة. نعم، هناك أيضا من يقول أستاذة ميساء أن هذا ربما هو غطاء مدني، وجه آخر من وجوه الانقلاب بصورة مدنية، يعتمد على إيش هو توجههم أو إيش هو الخيار اللي هم بيطرحوه. تسوية في أي إطار؟ في إطار تثبيت وجود الدولة والحكومة الشرعية، يعني يكون في حكومة شرعية في اليمن، مش بالضرورة حكومة شرعية بالوجوه الموجودة، يعني يمكن في بعض الناس عندها خلافات مع بعض الوجوه مثل عبد ربه منصور أو بحاها أو غيره، لكن بأي اتجاه بأي بنود تسوية، وما هو تصورهم للتسوية. نعم، هذا يعتمد على هذه النقطة. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذة ميساء شجاع الدين، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك دكتور مروان، ربما من عند آخر نقطة ذكرتها الأستاذة ميساء انتقل إليك، يعني هناك يعني لو لاحظنا ما تم طرحه في الإعلام
لم يذكر طرف الشرعية ولا المقاومة، يعني هذا الخيار المطروح لم يتطرق لهذين الطرفين، وإنما كان يتحدث عن عفو عام، يتحدث عن نعم الانقلابين أحدثوا ما أحدثوا في البلد، ولكن لم يكن هناك حديث واضح عن الشرعية أو المقاومة. ما رأيك؟ من حيث المبدأ أنا استمعت لما قالته الأستاذة المرموقة ميساء شجاع الدين. في السياسة يمكن الحديث عن طرف ثالث. في الحروب عندما تهاجم الدولة يستوي سيان سواء هجمت من الداخل أو من الخارج، هناك عملية مسلحة لا تستند إلى أي مشروعية هجمت على الدولة وقرتها في وضح النهار ووضعتها في المعتقل وهيمنت على السلطات، معنى أخذت خلاص الدولة. عند هذا المشهد يصعب الحديث عن الطرف الثالث، لأن الطرف الثالث بيحتكر ممثل الأمم المتحدة، فنحن لدينا بالفعل طرف ثالث وهو بن عمر سابقا ووالد الشيخ والأمين العام ومن خلف الأمم المتحدة، هذا هو الطرف الثالث. أما بالنسبة لمواطن يمني شهد كيف تستلب دولته في وضح النهار وكيف تفجر مؤسساتها بالسلاح وكيف تختطف صلاحياتها، معنى كيف تصبح الدولة جزءا من الماضي، عندئذ يصبح الحديث عن طريق ثالث هو خيانة وطنية. لكن هناك فرق، خيانة وطنية بامتياز لأنه لا يوجد تعريف، لأنه أنا أعتقد دائما أنا أضرب مثل بالروائي الفرنسي سيلين، يعني اتخذ موقف مائع وتافه على بهذه الصورة عندما احتل النازيون فرنسا، وفي الأخير بعد انتهاء الحرب عاش سيلين لوحده، عزل في فرنسا ولم يكتب سوى ثلاث قصص قصيرة تقريبا منذ نهاية الحرب، وتوفي تقريبا سنة 58 إذا لم تخن الذاكرة، وحيدا ونال كل اللعنات تقريبا، لأنه أثناء عندما تهاجم الدولة عندما تأتي، لأن الدولة هي قدس الأقداس، بسقوط الدولة يفتح باب الجحيم، يفتح باب الفقر ويفتح باب الخوف ويفتح باب القتل ويتفكك المجتمع ثم يسقط إلى الأصقاع، بمعنى تنتهي أمة. الهجوم على الدولة هو هجوم على أحلام وأمان، خلي بالك من كلمة أمان، أمة من الناس مقدارها 25 مليون، وبالتالي في مثل هذه اللحظات لا مكان للحياد. لكن بالإمكان القول أنه الفئة الطرف الثالث، يعني إذا أجرينا بعض التوفيق بالنسبة للمداخلة الذكية التي قالتها شجاع الدين، بمعنى بإمكان الطريق مجموعة الخيال الثالثة أن تقول إنما حدث في صنعاء في 21 سبتمبر 2014 وسلسلة الأحداث التي سبقتها منذ زمن طويل كانت اعتداء صريحا على دولة اليمنيين وعلى أمنهم الشخصي، وأنها مدانة بكل القياسات والأعراف، وأنه لابد من تسوية هذا الملف والخلاص من القوة التي اختطفت دولة اليمنيين. لكن نحن ضد أن تتدخل دول خارجية لإنفاذ هذه المهمة، هذا موضوع مفهوم. نعم طيب دكتور، لكن هناك من يقول أيضا يعني أن للجميع الحق في أن يطرح خياراته السياسية في مسألة حل مشاكل البلد، خاصة إذا ما وصلت إلى طريق شبه مسدود كما هو الحال في اليمن، ما رأيك؟ طبعا، يعني تكاثرت الضباء على خراش، يعني في الأخير من حق كل واحد أن يقترح ما الذي ينبغي فعله، لكن لابد أن نستخدم التعريف الإجرائي الحقيقي لتوصيف كل المواقف، لأنه التاريخ منتبه بشكل جيد وسيسجل المواقف. أنا أمام فئة من الناس بتسمي نفسها الطريق الثالث، هذه الفئة كانت خلال كل السنوات بتمشي في طريق بإمكانك أنك تشوفها من أي جهة، فبتعطيك صورة مختلفة. هذه المجموعة التي كانت بلا ملامح، من المؤسف أنها تصبح في يوم أن يجري الحديث عنها باعتبارها قد تشكل الحل، وهي التي لم تكن في الماضي لا جزء من الحل ولا جزء من المشكلة، وكانت بلا ملامح. وعندما كان المناضلون يدخلون السجون بحسب نوشير هنا إلى مقال كان كاتبه في العربي الجديد عزب بشارة في أكتوبر 2015 عن البرجوة عن البيروقراطيين العرب بين قوسين التكنوقراط
الذين يكافؤون لأنهم بلا موقف، بأن يصلحوا الحال عندما تتطلب المواقف الجادة. هذا كلام فارغ طبعا، هذا اعتداء على فكرة السياسة نفسها. طيب يعني هناك ايضا دكتور، يعني من يعتقد بانه ربما يعني هناك توجه للتخلص من بعض الوجوه التي كانت في فتره الحرب باظهار وجوه جديده ومحاوله ابرازها على السطح، ما رايك؟ يعني انا بعتقد انه لم تعد فكره الوجوه مجديه ولا ذات بال ولا ذات وزن، لانه هذا المنطق نفسه اللي بسمعه الآن، فكرة الخلاص من وجوه بعينها أو الخوف من أن تظهر وجوه غير مرغوب بها في مرحلة ما بعد الحرب وقد امتلكت قدر من القوة يصعب معها إزاحتها. هذا الموقف سمعناه من قبل دخول عمران. عبر هذا المنطق دمرت فكرة الدولة المدنية، لأن هذا منطق مسموم للأسف يعني. طيب دكتور، يعني لو تحدثنا ايضا عن في ظل وجود او ظهور مثل هذه الخيارات، بالنسبه للمواطن الذي ربما يعني فعلا تعب من كل هذه الحروب، الى اين يستطيع ان يتوجه؟ وما الذي على السلطه الشرعيه القيام به سريعا قبل ان تتفاقم مثل هذه الخيارات التي تظهر؟ يعني انا بعتقد انه نحن كنا في، دائما أشير أنا إلى 28 أكتوبر 2010، هذا كان تاريخ مفصلي في حياة اليمنيين. 28 أكتوبر 2010 مزق علي عبد الله صالح وثيقة اتفاق توصل إليها اثنان من قادة المعارضة مع كل من عبد الكريم الإرياني وعبد الرب منصور هادي، وكان يمثلان علي عبد الله صالح، بعد حوار طويل وشاق استهلك أعصاب الجميع في الحوار الوطني. جرى اتفاق وتوصل الأربعة المتحاورون إلى اتفاق كان عظيما وثمينا. علي عبد الله صالح في 28 أكتوبر مزق 2010 مزق ذلك الاتفاق، ويبدو أنه ما لم تمر إلى 70 يوم وقد عثرنا على الطريق الثالث، وكانت الثورة ثورة فبراير هي الطريق الثالث. لذلك نحن نقول دائما، يعني أنا من الناس اللي تقول دائما أنه الطريق الثالث هو خيار في السياسة وليس خيار في الفوضى وليس خيار في الحرب. بمعنى لا يمكنك أن تقول، وكما ذكرت كل نماذج، نماذج الطريق الثالث على مستوى العالم كانت نماذج في مراحل ما بعد الحرب، هي النماذج التي نماذج الاستقرار. نحن أمام لحظة سقطت فيها الدولة. الآن هو الحل والإجابة الصحيحة رقم واحد هي هزيمة هذا الانقلاب بكل الطرق، هزيمة هذا الانقلاب واستعادة الدولة ومشروعيتها، ثم إجراء تسوية عامة شاملة تخص المستقبل. أنا أعتقد أن الجميع تألم، وأنه الحديث عن تسوية تألم، يعني ضرب الألم عظام الجميع، وأنه بالإمكان الوصول إلى تسوية شاملة في مرحلة ما بعد الحرب لا تترك مجموعات تشعر بالتجاوز والغبن، وبالإمكان فعلا أنه الانتقال للدولة، ذلك الحل هو الأساس، الانتقال إلى الدولة الحديثة، إلى التسوية الشاملة ثم الدولة الحديثة، وليس إلى المجموعات الجديدة. بمعنى أنه لدينا ما يكفي من المجموعات، مجموعات الطريقة الثالثة غيره ليست حلا، وانا أعتقد انها تشكل حل. وكما قلت، اذا كانت هي الستار الذي تحاول من خلاله مجموعه او جماعه ضغط دوليه او قوى دوليه او حتى قوى محليه انها تتحكم بمشهد ما بعد الحرب، فهذا انا أعتقد انه مثل هذه الرغبه مفهومه، لكن يعني انا أعتقد انها ايضا ما هيش حل اليمين، وهي رغبه قد ستجد صعوبه كبيره جدا، لانه نحن في لحظه، انا لم اكن اتوقع ان الشعب اليمني فجاه انه الشعب اليمني فجاه يصل الى هذا المستوى المخيف من الوعي والانتباه. يعني نحن في لحظه انتباه رهيبه جدا، وما اعتقدش انه في اي لحظه من اللحظات بامكان احد ان يبيعنا الوهم او ان يمارس معنا خداع مره ثانيه. نعم، هذا يعني بالتاكيد نحن نامل ان يصل المواطن اليمني الى دولته المدنيه المنشوده. شكرا جزيلا لك دكتور مروان الغفوري، كنت معنا عبر سكايب من برلين. الشكر ايضا للضيوف عبر الهاتف، الاستاذ عبد العزيز المجيدي من تعز، وكذلك مساء شجاع الدين من القاهرة. والشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.